وبعدين يا ريت احنا عندنا قطر الطاهر. تخيل انا كده وانا نايم في البيت كان عندي قضيه في محكمه، ما رحتش الجلسه، قالوا لي هي انت كسبت القضيه. ازاي؟ قالوا لي انت كسبت القضيه. وايه الجهد اللي اتعمل غير ان قطر الطاهر ضيع ضرب الجزاء؟ ومشينا بقى بعد كده بقى خلال بتاع الرجاء رئيس النادي بتاعه واستقالوا، وبعدين نادي الترجي الجمهور شتم بعضه وضرب بعضه وسته اتعوروا، والجماعه بتوع المغرب بتوع الوداد لما جيهم هنا مشكورين، احرف لاعب عندهم بدل ما يلعب راح عمل عمليه الزايده الدوديه في القصر العيني. خلاص كفايه بقى، اوعى تقارن الزمالك باي حد تاني، اوعى. شفت قال يقول لك ايه؟ الاهلي يكسب الترجي يشتموا رئيس نادي الزمالك. يا ابني اشتم، المفروض رئيس نادي الترجي هو اللي بيتشتم، ما كنتش انا اللي بلعب. الرجاء يروح شاتمين رئيس نادي الزمالك. هو انت عايز تشتم وخلاص؟ ولا ليكوا قيمه ولا ليكوا لازمه، مش عند انا، عند الملايين من جماهير الزمالك، وعارف انك ابيضا. لجان تقبض، دول بتوع لبيب ودول عباس ودول زفت الطين ودول هباب، ولا لكم قيمه ولا لكم لازمه. الناس عماله تتفرج. يقول لك ايه؟ هو ليه ما اشتكاش كهربا عشان ما يلعبش الماتش؟ يعني انت متصور احنا لو قدمنا شكوى لجنه الضباط في اليوم دول هتمنعه من اللعب؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ طيب هو انت متصور ان كهربا لما لعب تعلق؟ لا، ده اتغير. هو كهربا لما اتغير مش الجون جه؟ يبقى ايه دوره؟ لا احنا عايزين نشتم. ما انا تعرفين انا لساني طويل، قلت قبل كده مش عاجبه يشرب من الخراره، مش عايزين قله ادب. وبعدين مش كل حاجه، مش كل ما يعرف يقال. لا ده مش هيتسحب من السوبر، مش هيعتذر، اعتذرنا. لا انا مش هقدم شكوى لفيفا، قدمنا. طب ليه ما قدمش؟ لا انا مش شغال عندك خالص، ده مجلس اداره منتخب محترم ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب في اللي انت مش فاهمه. مش هفسر اكتر من كده. انت فاهم احنا بنعمل كده ليه وما بنعملش كده ليه؟ انت فاهم؟ لا انا عايز ايه اللي ادبي. لكن جمهور الزمالك العظيم بيرد على الحال دي، يرد دلوقتي انا شايف يرد عليهم. الوقت المناسب هنقدم عشان نوقف كهرباء في الوقت اللي يناسب مجلس الاداره اللي موجود. وهات لي اي مركب في الدنيا، اي مركب بيسوقها اتنين او طياره بيسوقها اتنين بتقع بتغرق بتغرق. ما بالك بقى هنفترض ان نادي الزمالك ده سفينه ماشيه حوالي 20,000 عايزين يسوقوها. طب ما نروح يمين؟ لا نروح شمال؟ لا نرجع ورا؟ لا قدام؟ هتغرق تاني، هتغرق. فانا سعيد بالجماهير المحترمه اللي بترد على العيال دي. ولا وصايا على مجلس الاداره الا ضميرنا وربنا سبحانه وتعالى واعضاء جماهير ربنا. دورنا نسعد الجماهير، بس مش دوري ان 20 عيل او 30 او 40 او 50 عيل هيقودوا النادي. ده مش دوري.